من المشاهد اليومية والمعتادين عليها يوميا أن هناك تظاهرات في كل المحافظات في العراق، وهي شبه يومية يعني تقريبا. وهذه مو من باب الصدفة، لأنه الناس والشعب دائما عندهم مطالب محقة. يعني اليوم في البصرة لما يطلعون الموظفين من أجل تعديل سلم الرواتب، نعم تعرفين جنابك آخر تعديل أصبح على سلم الرواتب كان سنة 2008. يعني هي كل الدول تأخذ في احتياطاتها كل 10 سنين تراجع سلم الرواتب في بلدانها بحسب التضخم اللي يحصل في الاقتصاد. نعم الآن مر على هذا الموضوع 16 سنة. الأمر الثاني أنه هناك سوء إدارة اقتصادية في العراق. بالمناسبة التعيينات في العراق حقيقة يعني كل من يأتي وكل ما كل فترة نشاهد تعيينات بالمئات الآلاف والعشرات الآلاف. وقبل فترة صرح السيد السوداني بأنه لا يستطيع تعيين الجميع في الدولة العراقية، وهذا صحيح، لكن من واجبات الدولة توفير فرص العمل. يعني احنا من خلال الاستثمار، فتح الاستثمار او من خلال فتح المعامل والمصانع، لكنه مو كل من يتخرج المفروض يتعين في الدوله، لكن الدوله تتحمل مسؤوليه انه توفر له فرصه عمل من خلال مثل ما قلت لك من خلال الاستثمار. واي استثمار الان كل الدول الرصينه التي تريد ان تستثمر في العراق حكوماتها تحذرها من ان تقوم في الاستثمار في العراق لوجود فساد، وهذا الفساد يعكس على الشركات وبالتالي يعكس على الدولة التي تقوم بالاستثمار في العراق.